الحمد لله، السلام عليكم. المرجو الضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء. أخت تسأل فيديو تقول عن أن يعني تعرف أن السحر يعني تابع للأب والأم، تابع إليها، وهو ينسف طاقتها وهم لا يريدون الرقية وكذا وكذا. يعني سحر العائلة يسمى السحر الموروث، السحر تابع للعائلة ويقول أن تابع إليها أيضا. هي تقول وعديد من الناس يشتكون من هذا الموضوع. الديك الذي نحث عليه على هذا السحر باختصار كي لا تشرب طاقتك، كي لا تنزف طاقتك، كي لا تتأثر بالسحر العائلة، السحر الموروث. خصوصا لما تبدأ تقول هذا الذكر بعدد كبير، سترى الناس الآخرين بدأوا يتأثروا. يعني الناس الذين تظنون أنهم مسحورين بالسحر إليهم، سحر العائلة، مثلا الأم الأب، تجدهم يتأثرون لما تبدأ أنت بهذا الذكر. لأن ولو أنك تقرأ سورة البقرة، الشجار في المنزل، الذي عنده السحر الموروث سيكون عنده شجار في المنزل إذا قرأ سورة البقرة. يعني لأن كل الناس مسحورة، كل العائلة مسحورة، وأنت تقرأ سورة البقرة وهم لا يقرؤون، لا يذكرون الله، ليس محصنين، ربما تقع في مشكل خطير، يصل إلى الانتحار أو يصل إلى الفرار من المنزل. لأن الأم أو الأب أو الأخ، أنت تعرف أن الشياطين موجودة، تعرف أن السحر موجود وكذا، تقتنع، ولكن هناك أخ أو أخت لا يقتنع بهذه الأشياء، خرافات، ولا يقرأ سورة البقرة، ولا يصلي الصلاة، فسيستغلونهم الشيطان، يهاجمونهم، يقع مشكلة لكم في المنزل. إذا كانت عندكم السحر الموت، تريد أن تقرأ سورة البقرة، اقرأها مرة في الأسبوع كافية، لأن إذا قرأتها يوميا كان عندك أم مسحورة من زمان، أم مسحورة عندها سحر أكثر من 40 سنة. يعني هذه الأم ستتأثر، وأنتم تعرفون الأمهات، يعني عديد من الأمهات غير مجتهدة، لا تقرأ القرآن كثيرا، ليس يعني سيؤثر، سيهجمون عليها الشياطين، فهمتم؟ فالذكر الذي أنصح به، الذي عنده السحر الموروث، وهو هذا الذكر فيه فوائد عدة، يجلب الرزق، حتى الرزق يجلبه والمال. يعني الذكر الذي أحثك به هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا أردت أن تحمي عائلتك كذلك من الشياطين والجن، والشياطين لا يدخل المنزل، عليك بسورة الزلزلة. إذا لم تستطع قراءتها، إذا لم تستطع قراءة سورة الزلزلة، فاطلقها مقرئ يقرأها. فهمت؟ يعني سورة الزلزلة أفضل، أنا أفضلها. لماذا؟ لأنها تطرد الشياطين من المنزل، والجن الكافر تطرد كل العوارض، فلا يكون عندكم مشاكل في المنزل. أو إذا أردت أن تقرأ سورة البقرة، جعل لك هذا الورد، اقرأ سورة البقرة واقرأ سورة الزلزال أيضا، أو جعل سورة الزلزال تقرأ في المنزل كي لا يكون عندكم شجار. وأنصحك أنت أن تقول أو أنت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هو العدد؟ العدد الذي تستطيع، 1000، 100، 200، الذي تستطيع أنت. لا تستطيع أنت، أنا أقول أحسن عدد وهو السهل لكل إنسان هو 200 مرة وراء كل صلاة. ليس عندك وقت، قله 1000 في الصباح و1000 في الليل. ليس عندك وقت، قله 500 في الصباح و500 في الليل. اجعل لك برنامج، أنت يجب أن تختار برنامجك الذي يناسبك. إذا كان عندك الوقت والآخر ليس عنده وقت، يعني كل شخص يختلف على الشخص الآخر. فأعوذ بكلمات الله التامات من شر من الشيطان يسرق طاقتك، والجن والسحر والعين، تحميك من كل هذه العوارض. وكذلك سورة الزلزال تحمي المنزل، وسورة البقرة تهجر الشياطين والجن من المنزل. ولكن الذي هو فيه مس، مثل الأمهات 40 سنة و50 سنة وهو مع شيطان وجن، فهذا سيؤثر عليهم، فهمتم؟ عليك أن تلتزم بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء.